عمري 29 سنة. أنا لما اكتشفت إصابتي بالمرض كنت حامل 5 شهور، وقدرت إني أكشف مرضي على بكير، وقدرت إني أتعالج من المرض أنا وحامل، وإني طيب بسرعة وأرجع لحياتي الطبيعية. بتمنى من كل سيدة تفحص نفسها مثل ما أنا فحصت حالي وما خفت رغم إني كنت حامل. لا خفت على نفسي ولا خفت على الجنين، آمنت وصدقت إنه سرطان وهم وبقدر إني أطلع منه بأي لحظة طول ما أنا عندي إرادة وعندي تصميم بقلبي. نحن ما لازم نخاف من السرطان، كل ما فحصنا حالنا أبكر كل ما كان خطة العلاج أسرع وكل ما كان نسبة شفائنا أعلى.